والحمد لله انه اشترى. احنا كنا مقتنعين فيه فنيا، بنقول انه فرصه، والحمد لله. انا اقول يا بخت اللي في وسط الشام، لان اللي في وسط الشام هو اكثر واحد، لان انا ما اشجع كثير على المطامره مع الافتتاح اذا كان السهم مرتفع، لكن في ناس وسط السهم الان ودهم يعرفوا فين يخففوا لو كانت الطلعه ان شاء الله قويه في السهم مع الافتتاح بكره. نحن هذا تحليلنا الاسترا في الايام الماضيه. شوفوا الان استرا، شرحنا يوم الخميس اثناء الجلسه وقلنا شوفوا استرا كيف فرصه، اقتحم المثلث وقفل فوقه وطار. فين وصل؟ وصل 29.90. نحن هدفنا مفروض الاستراتيجي كم؟ انه نوصل ال 38 فيبو من قمه 2014. هو ريح وعاد واختبر المثلث، طلع مره ثانيه فشكل قمه ادنى من قمه ورجع نزل، والان قلت ان شاء الله انه يشكل قاع عن 27 27 ونص ويلف. الان لو لف الطاره مره ثانيه واقتحم المثلث، يعني شوفوا اقتحام المثلث ده ايش سوى؟ سوى حركه، بعدين سوى اختبار، الان سوى مثلث ثاني بهذا الشكل. الان استرى بكره مع الخبر، انا اتوقع جاب اب. طيب جاب اب فين؟ الجاب اب اذا تخطى في 29 30 فين نتوقع الهدف؟ طبعا في مطب حيكون قريب 30 30، والهدف الاستراتيجي 31 20. طيب كم نسبة أسترى بكرة؟ خلينا نشوف. لو أسترى بكرة فتح بجاب واقتحم ال 29 30، ونبغى نتخيل النسبة، وصرنا نغني وقت الجلسة ورينا النسبة، كم النسبة؟ هل النسبة تغطي الهدف 31 20؟ هي 31 18 بالضبط. تغطيها بالراحة. طيب الحمد لله. هذا هو هدف أسترى الاستراتيجي يا أخو. طبعا نحن لو كتب الله لنا ودخل عالم ال 30 الى 31 وجاني واحد قال لي فين اخفف، هذه هي مناطق تبغى تخفف، يعني من مناطق ال 30 ل 31 هذه حدود قناعتك في الجلسه، يعني انك تبيع كميه من باب انك امنت على كميه انك بعتها وامسك الباقي. ليش امسك الباقي؟ لانه حتى لو تراجع أستر يعني جنى ارباح وتراجع، ممكن يتراجع الاختبار المثلث مثلا 29 30 او ينزل لاي منطقه مثلا ويرجع مره ثانيه مع الوقت. طيب انت ايش تبغى يا ابو محمود؟ فين رايحين؟ ممكن نروح سقف القناه الفرعيه، هذه سقف القناه الفرعيه لو نظرنا لها على الفاصل اليومي، هي هذه القناه شايفينها اللي اصلها من الترند هذا، زي موضوع المؤشر من 7800 اللي نحن قلنا اخترقها المؤشر. لو اخذنا الخط الموازي من هذا من هنا الى هنا، شايفين الابعاد فين؟ على نظريه 3 5 7 33 ريال. يعني لو قفل نسبه أسترى وقفل الباب وثاني يوم يبغى يفتح بجاب اب، فين سقف القناه؟ سقف القناه حيواصل الى قريب ال 33 ممكن 34، المهم هنا سقف القناه هذه اللي نحن اخترقنا ترندها واختبرنا. هذا الهدف الفني الطبيعي المعقول يعني المنطقي لهذه الموجه. وبعدها لكل حادث حديث، طبعا عشان نفتح موضوع اخر، على حساب اقتحام ال 33 على طول انكشفت امامكم 50 فيبو وقتها اللي هي 37 10 تمثل 50 فيبو من قمه عام 2014. ثم بعد ذلك تنكشف ال 43 ريال في المستقبل اللي هي النسبه الذهبيه. عندنا معدنيه وصل النسبه الذهبيه من 2014، انابيب السعوديه وصلت النسبة الذهبية وعداها إلى 78 من 2014.
عندنا كثير شركات الجبس تخطى الواحد النسبة الذهبية من 2014 وما زال فوقها 30-30. كثير في شركات في المواد الأساسية، البي سي آي على أعتاب 78 فيبو من 2014. يا جماعة أسترا ما زال متخلف عن لعبته ضمن عام ضمن أرقام 2014 على نسب الفيبو، يعني نحن يا دوب بكرة حنكون على أعتاب 38. فلا تستغرب إذا مع الأخبار دي ومع الهدوء ده، يعني ممكن مثلا يهدي عند 33، استنى حتى يوزع الأرباح، بعدين يضغط شوية يحافظ على الـ 38 ويتحرك تدريجيا مع السوق إلى 43 ريال. طبعا لو تلاحظوا هنا هذه المستويات اللي هي عند 33 و34 كلها قمم سابقة في المنطقة دي، يعني حتكون برضو مفترق طرق لمناطق الـ 43. نحن نمشي حبة حبة مبدئيا ونقتنع ب 31-30 إلى 33 على أساس ضمن النظرية، وبعدها لكل حادث حديث. يعني لو أغلق وكنا بايعين السهم ممكن نرجع على أساس نحط الـ 33 في ظهرنا ونكمل معاه إلى 37 لو في أحد حب يدخل ويواصل مع السهم. هذا بالنسبة لسهم أسترا.